أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة شاملة تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتتضمن القافلة 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب ما يزيد على 46 ألف قطعة ملابس وأكثر من 290 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. شرفنا طبعا حياة كريمة بشارك النهاردة في القافلة الأولى اللي طالعة والأكبر اللي طالعة لغزة. بنشارك ب 15 تريلا فيها مواد غذائية، صناديق غذائية ومواد معلبة. بنشارك ببطاطين، بلبس أطفال، بأدوية، وإن شاء الله القافلة توصل بالسلامة. يعني دعم سيادة الرئيس وتوجيهه إن احنا نبقى موجودين، وده اللي مكننا النهاردة إن يبقى فيه المشهد ده، إن احنا نبقى موجودين بأكتر زي ما حضرتك قلت 106 ناقلة محملة بكل المساعدات الممكنة. والحقيقة الرقم القياسي الحقيقي هو الزمن اللي تم تجهيز فيه القافلة. لما بنتكلم إن احنا 48 ساعة قدرنا إن احنا نوفر الحاجات دي كلها، ويبقى عندنا مئات المتطوعين اللي تهالت علينا طلباتهم إن هم يسافروا معانا ويبقوا موجودين، وان الحاجات دي كلها تبقى متاحه ويبقى فيه بسرعه جهود للتعبئه، وانها حاجه توصل بامان وسلام لاهالينا. لان احنا بنتكلم ان من ضمن القافله عندنا كميات كبيره جدا من البان الاطفال، لانه الاطفال هناك فعلا عندهم معاناه فيما يخص نقص الالبان. بنتكلم عن حتى في ميه، احنا باعتين ميه ليهم، في حاجات كتير جدا يمكن ليها حساسيه في التعبئه والتغليف والنقل. الموضوع اخذ مجهود، بس الدوله قدمت تيسيرات كبيره جدا جدا لينا عشان نكون واقفين النهارده في المكان ده. احنا بدورنا النهارده موجودين علشان خاطر مسانده اهالينا واخواتنا في غزه. النهارده قوافل من كل المؤسسات التابعه للتحالف الوطني، من ضمنها مؤسسه جمال الجرحي، مواد غذائيه وغطاء للشتاء وكل ما يخص الاسره في غزه. كلنا بنتضامن معاهم وبندعمهم بكل الطرق وبكل السبل، سواء مادية معنوية. دايما القضية الفلسطينية هي الشاغل الأكبر لشعب مصر. تخلين بحوالي أكتر من 3000 لحاف و30 طن من مواد غذائية، مواد غذائية المختلفة طبعا، ما بين أطنان من الرز وأطنان من السكر والمكرونة والبقوليات بأنواعها، كل المستلزمات اللي أي بيت بيستخدمها هنا في مصر. إخواتنا في فلسطين إن شاء الله تكون إفادة ليهم بإذن الله. إحنا النهاردة الحمد لله بنتشرف بالمشاركة مع التحالف الوطني تحت مظلة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم المساعدات الإنسانية المختلفة للوصول للمستحقين في أهالينا المتضررين بغزة. بنك الطعام ضمن الحملة جاهز 50 ألف كرتونة وفيها كل المكونات والاحتياجات لتتناسب مع الظروف الوضع الحالي لأزمة أهلنا في غزة. وطبعا كل مؤسسات التحالف الوطني في دعم مستمر لأشقائنا في فلسطين، بنقدم كل اللي نقدر عليه ومستمرين في تقديم الدعم لغاية ما ربنا إن شاء الله يأذن بوقف القصف وإن شاء الله إزالة الغمة عن أشقائنا وأهلنا وإخواتنا في فلسطين. إحنا النهاردة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ومن خلال مظلة التحالف الوطني بنتشرف جمعية العمال النهاردة في توجيه المساعدات بالإغاثة لإخواتنا في فلسطين.